رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، المحطة هلأ مع مايك فعالي فغالي على دفعتين. شو يا مايك؟ غيرنا العائلة، صرنا فعالي. اي ما خصني فيها. شو رأيك؟ منغيرها قولك ولا لا بدنا نضل عفغالي؟ لا بدنا نضل عفغالي. ضلنا فغالي ومن الشمال. وبكل فخر طبيعي صنع في الشمال. اكيد. اهلا وسهلا فيك مايك فغالي. يا أهلا. شكرا لوجودك معنا. بدي اشكرك يا رب. طبعا بدنا نقول لكل اصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم، فيكم تتصلوا فينا. طبعا بيسمع مايك اصواتكم وبيتوقع لكم حسب الصوت 01491702، هذا هو رقمنا من لبنان ومن خارج لبنان فيكم تتواصلوا معنا. دائما هيك الانسان بيترقب يا مايك مستجدات، يمكن تصير يمكن ما تصير، بس دائما في ترقب. اكيد. شو مترقب هالفتره انت؟ اللي كنا حاكيين عنه كله عم بيصير انه السياحه السنه بلبنان رح تكون رائعه جدا، بس عشقه السر مش رح رائعه. لكن عشقه السر اذا بدنا نحكيها منطقيه حق علينا انه بتقشع كل سياره فيها شخص واحد. هلا في حق على الدوله بالنقل المشترك مش موجود، ما في طريق خاص للامبولانس او للحالات الطارئه، ولكن فينا نجمع حالنا ثلاث اربع اشخاص نطلع بسياره كل يوم إذا بنفس الشغل بنفس الدوام، بنقدر نقسم حالنا بنخفف ضغط سيارات. هيدي يعني مشكلة شائكة بدها حل. إذا واحد بفكر فيها منطقية، مثلا عم بروح يجيب ولاده من المدرسة، عم بحط بنزين وفريمات وبيحرق أعصابه على الطريق، يحطهم أوتوكار، هال 50 دولار اللي عم بحطها بالشهر للأوتوكار، عم يدفع أكثر منها من أعصابه وعلى سيارته، حطوا الأولاد بالأوتوكار، بطل تعجق على المدارس، بصير طرقات أوسع. صحيح. عنا أول اتصال مايك. ألو. ألو. بونجور. بونجورين. مين معنا؟ علي. علي كيفك يا علي؟ الحمد لله. تفضل مايك معك. مرحبا مايك. صباح الخير. صباح النور. بدي أسألك عن صحتي وعن عائلتي، إذا بيجيني إذا في عندي شيء بصحتي هيك. إذا؟ عن صحتي إذا فيها شيء خربطات. نعم. اللي بقول لك ما في أي نوع خطر ممكن يداهمك. والأمراض الخطيرة ما رح تأثر عليك. أمورك المستقبلية كتير رائعة. خطة سفر تبدأ بشهر 11 تبصر النور بال 2018 مطلعة. ما في خطر على حدا بالعائلة. نحن بدنا نشكرك على اتصالك علي. طبعا متابعين بتلقي اتصالاتكم من لبنان ومن خارج لبنان على الرقم الموجود قدامكم. كنا نستضيف مايك على دفعتين ناخذ بريك، هالمره لا، رح نستضيف مايك على دفعتين بدون بريك هيك ليتسنى لهم الفرصه انه يتصلوا فينا اكثر ويحكوا معك مايك اكثر. كنا عم نكفي قلنا السياحه بدها تزيد، وفعلا السياحه بدها تزيد، عندنا خطه بدنا نمرق فيها بغضون اشهر، ولكن من بعد ايلول حنعيش مرحله رخاء ومرحله ارتياح. حكينا بمطلع العام انه بشهر 9 بكون تقريبا 70% من السوريين موجودين بلبنان بشكل قاهر او طارئ او شيء دخلوا لبنان يعودون، بلشوا يرجعوا، هاي من راس السنه كنا حاكينهم. وبالنسبه للفيديو اللي عم بيعرضوه كلهم انه احدى النساء عم تشتم الجيش اللبناني، بحب اقول لهم انه حتى سوريا تتبرأ من هذه الامرأة. انه لا بالعكس، الشعب السوري بحب الشعب اللبناني كثير ومسك له جميل على اللي عمله معه، مش اللي عم بينحط بالفيديو عم بتوزع على الواتساب وعلى هاو، هيدي منا حقيقة. هاو جماعة فيك تقوليون انه حتى مش معارضة، من الارهابيين، ام احد الارهابيين. فأتمنى انه الدولة اللبنانية تلحق الموضوع كامل. عندنا اتصال مايك. الو. الو. الو بونجور. بونجور يا هلا. بدي احكي مع مايك اذا بتريدي. اكيد. مين معنا؟ نهى. نهى تفضلي يا نهى، مايك معك. يلا. الو صباح الخير. صباح النور. مايك لو سمحت بدي اطلب منك نهى تخفي شوي صوت التي في حدك وتسمعينا من اباري التليفون ليقدر يسمعك مزبوط مايك. خففي التي في على الاخر واسمعينا. صباح الخير. يا هلا. بدي اسالك عن صحه جوزي اذا بتريد. نعم. هذا سؤالك.
بعدها قوية كثير التلفزيون. عن صحة جوزة الأمور بالوقت القريب ببلش صحته تتحسن إلى أحسن وأحسن، وعم بحس بعده مازال ببعض أوجاع ولكن لا تشكل خطر على الحياة بالمدى المنظور. ولكن 2018 بيمرق بخدة صحية كمان ما بتشكل خطر على حياته، بس في عنده خدة صحية بال 2018. إذا هيدا كل شيء مدام بالنسبة لزوجك. بدي أطلب منكم أصدقائنا المتابعين بليز بس بدكم تحكونا، خفوا تي في على الآخر، اسمعونا من أبري التليفون لنقدر مزبوط نسمعكم وما يكون في رتور على الهواء، ببطل يقدر مايك يتوقع لكم ويسمع أصواتكم. منتابع حديثنا مايك لكن حضر الاتصال الجديد. قلنا انه قلت بالشهر التاسع بدهم يبلشوا 70% من السوريين. بالشهر التاسع بكون ما لا يقل عن 70% من السوريين عادوا الى اراضيهم، وشفنا العوده كيف عم بتكون بوتيره كثير سريعه، بلشت من البقاع وقريبا بدها تنتقل لغير مخيمات. وعلى الصعيد الامني قلت هناك خضه امنيه؟ في أكثر من خضة أمنية، مرقنا بأول خضة اللي صارت بعرسال، بعد في عنا خضتين نمرق فيهم من هلأ لنهاية شهر 9. أعداء الصلح والعهد والمقاومة والشعب بدهم شوي يهاجموا الجيش، الوتيرة ترتفع تجاه الجيش، مشان هيك بدنا نقشع السياسيين يحاكمون. يلا خلينا ناخد اتصال جديد. ألو. ألو، صباح الخير مدام. صباح النور، يا هلا، مين معنا؟ معك ليلى مدام. أهلا ليلى، تفضلي. الله يخليك. ممكن أحكي مع أستاذ مايك؟ أكيد، تفضلي. صباح الخير مسيو مايك. صباح النور، كيفك؟ أنا اتصلت فيك مسيو مايك زمان مشان سفر زوجي، قلت لي عنده سفر جيد وهلا يعني ثبت كلامك وبيسافروه على ألمانيا مشان الشغل، بس حابة أسأل عن أولادي إذا بيتوفوا هناك بالدراسة، ابني وبنتي. أمورهم بتكون كتير ميسرة، حيحسوا شوي بفراغ ولكن تعود الأمور إلى طريقة طبيعية، ما في أي خطر حواليهم. باركيلوا للموضوع وسلميه لرب العالمين وأموره ناجحة كتير. شكرا يا ليلى، ان شاء الله كل شيء يتم على خير وعلى السلامه يا رب. طبعا نحن اصدقائنا بعدنا متابعين بتلقي اتصالاتكم، اذا كنتوا عم تتابعونا من لبنان او من خارج لبنان فيكم تتواصلوا مع مايك، هيدا هو رقمنا 01-491-702، ونحن بانتظار كل اتصالاتكم. في نحكي كثير عن بترول ونفط، نحكي كثير عن نفط، هاي الامور بال 2018 تبصر النور على صعيد البترول والغاز. ناطحات السحاب بلشنا عم نشوفها، بلشنا عم نشوفها بلبنان، عم يطلع مباني 30 طابق وما فوق، بلشت نحن عفوا مايك رح نتابع، بس عنا اتصال من مصر وما فيها تنطر. يلا. خلينا ناخده سوا. الو الو الو، صباح الخير. صباح النور، مين معنا؟ عبير من مصر. اهلا عبير، ازيك يا عبير؟ اهلا بيكي، تفضلي. اهلا يا استاذ مايك، صباح الخير. حبيب بسأل عن الارتباط حبيبك، وإذا في عندي سفر في المستقبل لبلد عربي. نعم بس شكرا. يا أهلا وسهلا فيك يا عبير. الارتباط موجود، ولكن أتمنى عليك تعرفي تسامحي الماضي تتقدري تنتقلي لمرحلة جديدة، ما يكون مرحلتك جديدة انتقام من الشخص الجديد على أثر الظروف اللي مرقت فيها سابقا. بعد الارتباط نعم عندك سفر إلى دولة عربية وبتعيشي مرتاحة لفترة طويلة. شكرا عبير لك. طبعا نحن مستقبل كل اتصالاتكم من البلدين العربية ومن لبنان، كلنا قلنا أنه بلشنا نلمس يا مايك ناطحات سحاب، عم نقشع بنايات كتير طويلة عم تطلع والأمور عم تكون كتير إيجابية. بيروت تضاهي دبي بالأعمار، هيدي من 2018 وطلوع. خضة علمية تجاه إحدى أعرق الجامعات في لبنان، تقفل أبوابها بقرار لمرحلة معينة، بعد ثم ترجع بتعاود النشاط الدراسي مع الطلاب. ولكن صرح جامعي كبير جدا، مش هيك مرق الطريق، مش جامعة من الجامعات الجديدة لا. وممكن تكون الجامعة اللبنانية. إيه؟ إقفال أبوابها كاملة لمرحلة من الوقت. لا ممكن تكون الجامعة اللبنانية. نعم.
خلينا ناخذ هالاتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، مين معنا؟ معكم واحد من جدة. من وين؟ من جدة. جدة. جدة، اهلا وسهلا فيك، تفضل. مايك معك. قطع الخط. اذا مايك، في لبنان الى تقدم، الى ازدهار، الى تطور كبير. مثل ما كنا حاكيين بالسابق، لبنان الناطق الرسمي باسم العرب في الامم المتحده. لبنان رح يحتل دور كتير مهم وعلى صعيد اقليمي كامل. الدور اللي جايين له نحن كتير مهم، بس نطول بالنا شوي صغيره، ومثل ما قلت قبل انه هذا العهد لن يتكرر. شو فينا نستفيد منه سياسيا وامنيا وتسليح الجيش ودخول المخيمات ووضع النقاط على الحروف، هو شيء رائع جدا. اتصال. الو السلام. اهلا. بدي احكي مع مايك. مين معنا؟ معك صفيه، وبدي اشوف لحسن والي. من وين؟ من وين عم تحكينا؟ من الهرمل. تفضلي، بدك تخفي شوي صوت التلفزيون حدك مدام. في انتظار كثير. لا لا، حضرتك على الهواء عم تحكي معنا ومايك ناطرك، بس بدك تخفي شوي صوت التي في حدك لنقدر نسمعك. ايه. يلا تفضلي، مايك معك. في انتظار كثير. لا لا، حضرتك على الهواء. الو. الو. ايه مدام، مايك معك. لا هي خففت صوتها مش التلفزيون. ما بعرف الهيئه ضيعت، خففت صوتها مش صوت التلفزيون. بدي ارجع عدلكم بليز، هذا هو رقمها 01-491-702 بليز، بس بدكم تحكونا خفوا صوت التي في على الاخر واسمعونا من ابارات تليفون لما يعمل رتور على الهواء ويصير معكم مثل ما صار هلا مع المدام، ما قدرنا سمعناها. مايك، دائما هيك في اذا بدك امل جديد، دائما مهما تسعد دائره الظلام يبقى هنالك دائره من النور، وهيدي يمكن الدائره يلي كلنا كلبنانيين بنحب نشوفها. فقد ايه متسعه دائره النور السنه؟ فيك تقول 80%. 80% على الصعيد الاقتصادي، وعلى الصعيد الامني نتخطى 80%. بس في بوادر؟ عايشينها هلا. هلا عايشينها. يعني اعظم الدول واعرق الدول ما قدرت تكشف جرائم قبل حدوثها. او تفجيرات قبل حدوثها. أو مخططات إرهابية قبل الإقدام عليها. لبنان عم بكون عم بيحتل مرتبة كتير مهمة بهذا الموضوع، خاصة الجيش والقوى الأمنية. وأكيد هذا الموضوع في دعم من المقاومة اللبنانية. فالشعب وجيش ومقاومة يد واحدة. في عنا خضات سياسية بدنا نمرق فيها. مرض خبيث يؤدي بحياة اثنين سياسيين. اف. عنا اتصال. الو. 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 مرحبا. مين معنا؟ معكي ميرا. ما عم بسمعك، مين معنا؟ معكي ميرا. ميرا، من وين يا ميرا؟ من طرابلس. اي تفضلي، مايك معك. صباح الخير. صباح النور. معك ميرا من طرابلس شمال. يا اهلا. بدي بس اعرف المستقبل وان جنرال الصحه وكل شيء يعني. ميرا، اول شيء حضرتك مرقه بمرحله ضياع، مش عم تعرفي تاخذ القرار بالابتعاد او بتصليح الامور. اتمنى عليك انه اذا فيك تصلح الامور ترمميها تجمليها بتصير احسن كثير من قبل على صعيد حياتك الشخصيه. الابتعاد منه حل لمشاكل، بالعكس في خساره عليك انت. صحيا ماني شايف اي نوع من الخطر. في تفكير بين وقت ووقت، يكون في تفكير بدي هاجر بدي سافر بدي فل، هذا الشيء منه راكب محله. امورك كلها سوا، مفروض بين شهر 9 وشهر 10 تكون جلست والوحده بعيده عنك. ان شاء الله خير، وان شاء الله كل شيء تم على سلامه. ونحن بعدنا متابعين بترقي اتصالاتكم اصدقائنا من لبنان ومن خارج لبنان، وعنا اتصال. الو. الو بونجور. بونجور. بقدر احكي مع مايك؟ اكيد، مين معنا؟ بقدر معقول؟ ايه بتقدري ما تقولي، تفضلي مايك معك. صباح الخير مايك. صباح النور. لو سمحت بدي اعرض بالنسبه مستقبليا للعمل والوضع الشخصي والارتباط.
أول شيء وضع الشخصي حضرتك من النوع الرومانسي العصبي، يعني بدك كل شيء حلو كل شيء رومانسي ولكن عصبية بعض الشيء إذا تأخرت الأمور عليك. بدك تعرفي ترجلجي حالك تكوني رومانسية على طول بالحياة أو عصبية على طول بالحياة تتقدري توصلي لمركز في نجاح ومنه بتنطلق إلى الأمور العملية. الماضي حذفيه نهائيا من حياتك، ما ضلك عم بتفكر فيه على الصعيد الشخصي. صفحة جديدة بدك تفتحيها عمليا، في شيء جديد يبصر النور بنهاية شهر 8 وبتكوني سعيدة جدا. شكرا على اتصالك. بدنا نتابع نحن وياك الحديث مايك. قلنا انه في بوادر بس في خضات. في خضات، ما كل العالم تمرق بخضات. الصيف بيمرق على خير وسلامة صح؟ من اي ناحية خير وسلامة؟ قلنا انه في خضات من هلا لأيلول. ايه بس ولكن ما رح تشكل خطر لا على السياحة ولا على الاقتصاد. هيدا اللي عم بحكي عنه، انه هالخضات الكبيرة هالمؤامرات. منها خضات كبيرة ولكن أعداء الصلح هن اللي بدهم يكبروها، ولكن هي منها كبيرة. هي أمور عادية بس بدهم يعملوا منها. بدهم يعملوا منها قصة مثل ما صار بموضوع عرسال. فبدهم يعملوا قصة كبيرة ممكن تكبر أكثر من اللي عم نمرق فيها، ولكن لن تبصر النور. عنا اتصال مايك. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معنا؟ نجمة. نجمة؟ إيه. من وين يا نجمة؟ من زحلة. أهلا فيكي، مايك معك تفضلي. أهلا وأهلا. بونجور مايك. صباح الخير. كيفك؟ نشكر الرب. نيه؟ نشكر الرب. بدي أسألك عن صحتي وعن ابني بلا شغل إيه. هلا صحيا بالنسبة لحضرتك أتمنى عليك التوقي، بدك تاخدي هيك مثل تروقي شوي على نوعية الأكل اللي عم تاكلي، هذا الموضوع بده يشكل لك يا نفخة يا أوجاع بالمعدة بدها تأثر على ظهرك. أتمنى عليك اتباع نظام غذائي، إذا حضرتك ما بتقدري في أشخاص شغلتهم هيدا الشيء، اختصاصهم هيدا الشيء بيقدروا يساعدوك فيه. بالنسبة لابنك في بوادر حل حالي، أشخاص عندهم ضغط وعدوه بشيء من فترة ولكن طيبصر النور هذا الشيء اللي وعدوه إياه على صعيد شغل أو وظيفة رسمية المفروض بنهاية شهر 8. إن شاء الله خير يا مدام، إن شاء الله كل شيء هيك بتفكروا فيه أو بتتمنوه بيصير. طبعاً معنا وقت ومعكم وقت لتتصلوا بمايك فخاري مباشرة على الهواء، الرقم عم بيقطع قدامكم على الشاشة، أي استفسار أي أمر بتحبوا تعرفوه مايك موجود معنا، وهالمرة مش عادة فعتين، هالمرة سري كاش. كاش كاش يا مايك. عنا اتصال. ألو. ألو. بونجور. أهلا بونجور. مين معنا؟ معك فاطمة من طرابلس. فاطمة من وين؟ من طرابلس. من طرابلس، أهلا وسهلا فيكي فاطمة. ميرسي إلك، ميرسي إلك. تفضل. بس بدي أسأل إذا بديت، إنه أنا في خلاف أنا وأختي. إيه بس بدك تقوي صوتك يا فاطمة. بس أنا مريضة. أنت بخلاف؟ لحظة. في خلاف أنا وأختي. أوكي؟ أوكي. وما عم تحكيني، في مجال إنه بيوم من الأيام ترجع مثلاً؟ أول شيء صباح الخير. صباح الخير. بيقول لك الدم ما بيقلب مي. اكيد. وباقل من 45 يوم بتكونوا مجتمعين مع بعضكم، ولكن اتمنى هذه الجمعه ما تكون جمعه حزن، ولكن في جمعه وبتحكوا مع بعضكم وبتتباوسوا وبترجع الامور لطبيعتها. فاطمه بعدك معنا؟ لا. فاطمه كمان حرام قالت انه هي مريضه، يمكن كمان الواحد بس يكون في بعائلته حدا ما يحكي معه عن جد بيمرض نفسيا. بس يمرض نفسيا بأثر عليه جسديا، بصير عنده اوجاع راس، بصير في عنده ضعف نظر، بصير في عنده ارتخاء بالاعصاب، وخاصه اذا كان عارف حاله هو انه طب انا عم بعتذر وعم بتقرب ليش ما بدكم؟ انه ربنا غفر، ليش العبد ما بده يغفر؟ صحيح، يعني هي عن جد انا بحسها مشكله، يعني اوقات بيكون في قلوب طيبه وبدها تصالح بتلاقي الطرف الاخر لا ما بدي صالح. يعني إذا ربنا وبيغفر نحن الناس ما بدنا نغفر ونسامح. هيدا أكبر خطية بالمجتمعات. اللي ما بسامح أكبر خطية. بقدر سامحك ولكن بضلني حامل لك هذا الموضوع. بس بسامح. بتخطى. إيه. بحمله بإيدي وخلص صار وراي.
سامح. اتصال يا مايك. الو 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 بونجور. بونجور يا هلا، كيفك سحر؟ الحمد لله منورة، انا كثير بحبك. مرسي. مين معنا؟ بونجور لمايك، ما راح اقول اسمي معلش. ايه فيكي ما تقولي، ما تعتلي. مايك معك. اوكي، بس انا بدي اسال سؤالين عن المادة، وبحكي مع شخص هل انت راح يصير شيء بيني وبينه؟ صباح الخير. جنرال يعني. صباح الخير. صباح النور. ماديا في قدامك ارتياح كبير. بالقريب العاجل في مصدر معين، يا بيعة شيء في إلك مردود رح يكون لإلك، بتكملي حياتك مرتاحة فيه. هلأ بالنسبة للشخص اللي عم تحكي معه، ما بقدر أحكم عليه، يمكن تسرعك أو التصرفات اللي عم تقدم عليها بدها تخلق مثل مشكل صغير بده يصير في بعض. إذا ما دركت الموضوع البعض بده يطول. انتبهي كثير من تصرفاتك. 01-491-702 هذا هو رقمنا، ونحن متابعين بتلقي اتصالاتكم وين ما كنتوا عم بتابعونا. ومايك موجود معنا باستديوهات يوم جديد، إذا بتحبوا تتصلوا فينا يسمع أصواتكم ويتوقع لكم. دايما يا مايك عنا اتصال، يلا بناخده. ألو الو الو مرحبا. اهلا، كيفك؟ الحمد لله. بدي سلم على السيد مايك، وبدي اقول له انه انا ركبني النحس. يه 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 يه. مين معنا؟ مايك سوسن. مي سوسن. نعم. يلا ليه خبري لمايك. صباح الخير. يعني ما بعرف. صباح الخير. صباح النور. اول شيء بدي اقول لك يا ما في شيء اسمه نحس، تنتفق على شغله. في تفسر لك المواضيع هيك بطريقة روحانية أو علمية أو نورانية اللي بدك إياها فسريها أنت. اللي بقول لك إياه ما في شيء اسمه نحس، في شيء اسمه إنسان يبتعد بعض الشيء عن الصلاة أو بقطش بالصلاة، الشيطان بصير يجربه، بصير يعرقل له الأمور تيوصل لمرحلة الكفر. بس نتقرب من الله بالصلاة والسجود، صدقيني إنه الأمور كلها سوا تنفتح، ببطل في خطر لا على شغلنا ولا على نفسيتنا ولا على صحتنا. بتكون أمورنا كتير جيدة، وماني شايف أبدا في عندك شيء مثل ما حضرتك عم تحكي نحس، بالعكس في عندك طاقة إيجابية كتير كبيرة، ولكن الألوان الغامقة اللي حضرتك عم تحطيها على جسمك هي عم تخلق لك شبه طاقة سلبية. إذا بتعيشي شوي مع ألوان الفرح، ألوان الشجر والزهور، صدقيني بغضون 48 ساعة نفسيتك كلها سوا بتتغير، بترجعي بتعيشي حياة طبيعية. أولك هالقد بغيروا الأمور؟ الألوان كتير بتأثر على الإنسان، بس هي إذا عندها أمور كتير ما بتزبط معها بحياتها، مرة بعد الإنسان مرة بعد مرة بعد مرة، حيلا إنسان بس يبعد عن الصلاة بأي طائفة اللي كانت، بس يبعد عن الصلاة بعد عن ذكر الله، بس يبعد عن ذكر الله صار الشيطان هو عم يحرك له حياته. نحن بالمسيحية ما عندنا السجود نهار الخميس، سجود للقربان، كتار ما بروحوا، ولكن الطاقة العمودية بينك وبين رب العالمين هو السجود. فياريت كل شيء في بشر يسجدوا. السجود ما نوجد فقط للمسلمين أو لغير طوائف، السجود هو لرب العالمين، كلنا المفروض نسجد. نعم. آخر اتصال مايك. ألو الو الو بونجور. بونجورين. في احكي مع استاذ مايك لو سمحت؟ اكيد. مين معنا؟ مدام فارس. اي مدام تفضلي، مايك معك تفضلي. الو صباح الخير. صباح النور، ما كيفك؟ نشكر الرب. بدي اسالك عني وعن جوزي، عن صحتنا، وعن ابني معرقل شوي بالشغل، اذا بيجي بيصير له شغل بلبنان وبيجي لان هو برا. وعن بنتي حياتها هي ولادها وجوزها. هلا صحيا ما في اي نوع من الخطر عليكم، في تعب ولكن ما في خطر. نعم. بالنسبه لابنك في تسويه اوضاع بالنسبه له، في تجديد على صعيد عمل واقامه جديده، بتتم اموره على خير، ولكن بعد في قدامه عرقله لنهايه هذا العام. بالنسبه لبنتك مرأة بظروف صعبه على صعيد نفسي بقلب البيت، ما عم تقدر تتخذ قرار، كأنه حدا عم بيتحكم بقرار بيتها كله سوا، ولكن سرعان ما تزول الأمور بترجع
تنفتح قدامها آفاق جديدة وفي المستقبل البعيد سفر من مكان إلى مكان آخر. إن شاء الله كل شيء يتم على خير يا مدام، وأكيد هذا الأمر بفتكر مايك كمان بيتمنيه للجميع، حتى لو كان أوقات توقعات من خلال الصوت عم تعكس عكس ذلك، ولكن أكيد بنتمنى الخير للجميع بإذن الله. كلمة أخيرة مايك، شو بتحب تقول لكل أصدقائنا اللي تابعونا؟ بدي أشكرهم، بدي أقول لهم إنه ما تتذمروا، آمنوا بهاي الأرزة، شوفوا لبنان وين بده يوصل. إف وين بده يوصل يا مايك؟ أعظم دور إقليمي لبنان بده ياخده على صعيد العالم العربي بتاريخ العالم العربي. عم نحكي بعد قد فيما يختص في السعودية وقطر وفيما يختص سوريا. لبنان دور من أعظم الأدوار سوف يلعبها. بس عم نحكي عن طولي؟ لا 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 لا, لا. عن قد ايه؟ بلش البوادر من شهر 9. عم بيقول لي شربل بعد معه مايك دقيقة. بهالدقيقة يتوقع لنا توقع يهز. فأنا رح أترك أكثر من تسكير مرحلة لإحدى أعظم الجامعات أو مرض خبيث يفتك بسياسيين. سياسيين ولا سياسيين؟ اثنين. بزيادة اثنين، شو بهزوا بلد يعني؟ يعني في عندك حداد في بيروت وفي حداد بمنطقة تانية. ما بكون في مسافة بالوقت بين بعضهم. يعني يا مايك نتمنى الأمور الحلوة تتحقق، الأمور المش حلوة ما تتحقق حتى لو أنت توقعت فيها. أبأسر. أنا بدي أشكر حضورك. أنا بدي أقول لك ميرسي على وقتك يا مايك، وإن شاء الله دائما موفق. بإذن العذراء. أهلا وسهلا فيك. أصدقائنا نحن بننتقل هلأ لبريك وبنرجع.